استعادة هو المعرض الأحدث للتشكيلية أسماء فيومي، ويعبر عن تجربة عمرها أكثر من 50 عاماً من البحث الجاد والعديد من المعارض الفردية والجماعية. هذا المعرض هو معرض استعادي لتقريباً 55 سنة شغل، فبدأت بعد التخرج لنقول بال66 لحد الآن في إنتاج. حبيت أعرض هالتجارب كلها، هي تجارب مختلفة، وكيف تطورت وكيف صارت الآن. أنا عارضة مثلاً أول 3 4 لوحات هي المرحلة الأكاديمية يلي مارسناها بالكلية أثناء الدراسة، قسم قليل كتير لأن هذا ما عاد منه في شيء باع أو راح أو كذا. بعدين صار في مرحلة انتقلت دغري للتجريدية، وهي هالقسم هذا اللي بالوسط. هاي التجريدية هي مرحلة مرأت فيها بسيطة، كانت هي تجربة لكسر الأشكال الواقعية وأعمل أشكال جديدة مبتكرة. كان كتير عندي جهد شديد بالنسبة للبقع اللونية، إنه أنا لازم مثلا الأحمر يكون له تونات، أحمر أحمر أحمر، تونات متعددة، أو الأزرق كمان نفس الشيء، حتى الأبيض بيتكرر، وكل مرة في عندي أبيض شكل. هذه مرحلة هي تجربة كبيرة للون وللكسر الأشكال ولابتكار أشكال جديدة وتحوير الإنسان من إنسان طبيعي كلاسيكي لإنسان أنا بتخيله أو بيخدم فكرة درامية معينة. المعرض الذي يستقبل زواره في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق يشير إلى التطور الهادئ الذي شهدته تجربة الفنانة التشكيلية على امتداد العقود الماضية. أنا كتير بحب أعمالها، وخاصة الأعمال القديمة منها، ويعني مثل ما قلت هي أول من وجهني ببداية طريقي الأكاديمي بالجامعة، وفي زيارات دائمة، فيعني ألف مبروك، والمعرض مهم جدا. أعمالها التي تحتفظ بذكريات عن مراحل وعقود سابقة من الحركة التشكيلية منذ منتصف الستينات وجدت مكانا متميزا في ذاكرة الفن السوري كأحد الرموز الأساسية للمشهد التشكيلي.